اديك مساله من خمسه اديها بروجستين. طب طلع اكتر من خمسه اجحد. طلع فاسكولاريتي عاليه اجحد. نيو فاسكولاريزيشن. بصراحه الكلام ده وهمي. انا رسالتي كانت على ده. عملته وخلصته وقلت في الاخر ممتاز، مع انه مش ممتاز عشان رساله عدي. كنت بعمل حالات اقول غالبا مالجنتك حتى لا يبنان. واعمل حالات اقول ما في. بص الدوبلر حلاوته في الاوبستاتيك في الولاده. بيبي بقى واشوف الدم اللي رايح له. اما تيجي تقول لي في الاندوميتريم يا ما اساتذه كبار عملوا سونارات وقالوا لك دي مالجنت وفتحنا لقينا بينان. مالهاش علاقه الفاسكولاريتي، بس انت في الامتحان نيو فاسكولاريزيشن ودي غالبا ايه؟ مالك. طب نفترض واحده ما معهاش فلوس. في ناس اصلا ما معهاش فلوس او قاعده في الصعيد وبتتصل بيك وتقول لك انا شاكه ان يكون عندي كانسر او بوسبل يوزر بيبي. في تيست خرافي بقى. ده الناس ما بتحبوش عشان انت ما كشفتش، ما خدتش فلوس. العيال بتقولها في التليفون كده بالظبط، حد يقول لي ليه بقى؟ خدي بروجستيرون وقفيه. اذا نزل دم تعالي. اذا ما نزلش خليك عندك وكملي عليه. ايوه معناه ايه ان انا ادي بروجستيرون ووقف؟ اذا كان فيها استروجين هينزل ايه؟ تعالي ده انت عندك استروجين شغال لوحده تعليل اجحدك. بس اذا اديتها وما اشتغلش ما فيهاش استروجين ما تخافش. يبقى ده تيست جميل قوي اسمه بروجستيرون تشالنج تيست اهو. ده للناس اللي على قدها. تيست في منتهى الجمال بالتليفون. خد البروجستيرون وقفي اكلك ما نزلش عليا دم يا دكتور خليك في بيتك. يعني في عينه عندي يا ولد الطالبه العينه ديت جات لي وعملت لها بروجستيرون تريتمنت بالظبط 9 اشهر. المهم بعد كده وقفت ما فيش دوره بتجيلها، يعني معناها كان قبل كده توقف ينزل لها. ما جاتش دوره خالص، يبقى ده معناه الاستروجين عندها ايه؟ اختفى انتهت خلاص لدرجه كده اتعالجت خلاص الموضوع عدى. والاندوميتر تيكس لقيته 4 مللي، يعني انت كده ماشي في السيف سايد. اما اذا لقيته اكتر من كده كان لازم اعمل ايه؟ بايوبسي. حد يقدر يقول لي بقى جات لي حاله بورس مينيموزال بليدنج اول خطوه الترا ساوند تو استابلش الدايجنوز. طب اذا لقيت اكتر من خمسه اجحت ولا لا؟ لا اجحت هايبربليزي اجحت اكتر من 10 بس كارسون انا ما اجحت ببقى قلقان. طيب اذا لقيت نيو فاسكولاريزيشن اجحت. اسمها ايه العمليه؟ فراكشنال كريتاج. حد يعرفها؟ شاطر يقول لي سبع عينات خدناها. سبع عينات اندو سرفايك ربعنا واسع اسمس انتيرير وول وبعدين بوستيرير وول. ده صح؟ البوستيرير وول وبعدين انتيرير وول وبعدين رايت كورن وبعدين ليفت كورنيو وبعدين الفندس. هتحطوا السبع عينات دي اسمها فراكشنال كريتاج. نيجي بقى على اناتومي اوف ذا اوفري بتاع المره الجايه. على فكره الحصه الجايه لازم تبقى حمار، انا بقولها لك صراحه. والله اذا جيت فكرت الموضوع باظ. عارف اذا فكرت لي ثانيه المحاضره الجايه دي هتخلص لي بلاوي. باثولوجي، باثولوجي ده غبي جدا بتاع كانسر اوفري. فاحنا عايزين بس نركز على الاناتومي النهارده. ايه الاناتومي اوف ذا اوفري؟ طلع ان الاوفري اسمه الثاني باللاتيني اوفراس. افكرك كان السيرفكس اسمه كولم، كان اليوترس اسمه وومبا، اما الاوفر اسمه اوفرس. يعني بقول لك اوفريكتوم يعني شيلته اوفرايتس انفلاميشن. يبقى ما تنساش كلمه اوف جاي منين في الامبريولوجي؟ من حاجه اسمها جينيتال ريدج. هنشوفه دلوقتي. يبقى في حاجه اسمها جينيتال ريدج. طيب تعالوا معايا بقى سايز شيب. نمسك ده الاوفري. احلى حاجه تعمل ورقه زي كده في البيت عشان الاناتومي وتوقفوا كده جوه العيان. ليه كام بول؟ اتنين ابر وايه؟ ولو ليه كام بوردر؟ اتنين انتيرور وي ليه كام سيرفس؟ اتنين ميديال ولاتر. عمرك ما هتتخيله كده. يبقى الاوفري ده محطوط في حته اسمها اوفاريان فوسا في العظم. يبقى ما يسالك سايت هتقول له اوفاريان فوسا. طيب شيب عامل زي اللوزه. النون شيب ليه كام بول قلت؟ ابر ولو ليه كام بوردر؟ anterior posterior ليه كام سيرفيس؟ ميديال ولاترال. طيب نقدر نقول السايز كنا خدنا الرحم كان كام في كام في كام؟ 3 في 2 في 1 انش. فاكرين الكلام ده؟ ده بقى 3 في 2 في 1 سم. كتاب الاسم زود نص عشان يغمز. يبقى 3 في 2 في 1.5 سم ده في الاناتومي. يبقى ما تنساش ده بالسم. طيب نيجي للريليشن هشرحها هنا ونشوف ايه الريليشنز بتاعت الاوفر. طبعا دي اللي يقولها بتخلص لك عمليه بتاعت الاوفر. بصوا كده معايا
ادي الاوفري بتاع العيان، طلع ان الابر بول انا هعيده اكتر من مره، بيطلع ليجامنت بيروح لعظم الحوض اسمه انفانديبلو بلفيك ليجامنت. اسمه ايه؟ انفانديبلو بلفيك. طب لور بول في ليجامنت بيروح لليوترس اسمه اوفاريان ليجامنت تاني، يبقى فوق مين؟ انفانديبلو بلفيك ليجامنت تحت اوفاريان ليجامنت. طيب قدام، قدام دي عايزه شرح، تعالى كده هوريكم بقى قدام بتعمل ازاي. سيبهم اديني ظهرك كده. ايوه كده. بص ده اليوترس، دي ايه؟ التيوب. كان في هنا برود ايه؟ ليجامنت. هو موجود هنا الحته دي، يعني الاوفر الانتيرير بوردر بيطلع فولد كده يدخل في البرود ليجامنت، يدخل عن طريق البلاد فيسز اسمه هايلاند. تاني يبقى ما تنساش ده البرود ليجامنت الملايه، هو الانتيرير بوردر بيطلع حاجه كده تلبس فيه اسمها ايه دي بقى؟ ميزنتري. اسمه ميزوفاليان. يبقى الميزوفاليان ده اللي بيدخل عن طريقه البلاد ايه؟ فيسز. تخيلتوها؟ يبقى ده تيوب. هو هنا في البرود ليجامنت ورا، وعلى فكره ورا وتشوف لفانه كده هتشوفها، وهنا بتلاقي ميزوفاليان. يبقى الانتيرير بوردر ايه؟ شكرا. ميزوفاليان. تاني فوق ايه؟ انفانديبلو بالفيك تحت اوفاليان، قدام ميزوفاليان، ورا بقى ركزوا عليا. ادي الاوفر ورا، شايف التيوب بعيد عنه، تبتدي تلف 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 لفه كبيره قوي، تلف تلف تلف. اول علاقه لانهي بوردر؟ انت متخيلين انا مش قادر اعملها كامله، يعني يعني هي عامله كده وجايه كده صح؟ طيب تروح الفيبريتد اند على انهي سيرفس؟ ميديال. تطلع صباع طويل، حد يعرفه؟ صباع يجيب الاوفر اسمه فيبريا اوفاريكا لانهي بول؟ الابر. يبقى كده انت عندك الابر حاجتين، ها؟ انفانديبلو بلفيك وفيمبريا اوفاريكا. فهمت قصدي؟ اللي ورا اوفاريا، قدام ميزوفاليا، ورا فالوبيان تيوب، ميديال سيرفيس. امال وانا نايم في حته اسمها ايه؟ دي اللاترال. يبقى ايه الاكشن ده؟ انا ليه عملت كده؟ عشان لما اجي اعمل عمليه المره الجايه اسمها اوفريكتومي، هتمسك كلامبس على انهي جزء؟ حد يقول لي همسك هنا ده مين؟ انفانديبلو بلفيك، وامسك هنا اوفاريا، وامسك هنا ميزوفاليا، بقى اوفري في ايديك. يبقى العمليه لما يجي يقول لك ازاي تعمل اوفريكتومي، هتعمل ثلاثه كلامز، واحد على انفضلي بالك، واحد على لوفاليك، واحد على ميزوفاليوم، الاوفري بقى في ايديك. فهمتوا بقى العمليه؟ اهي موجوده على الرسمه دي، اللي ما يعرف يتخيل. حد يقدر يقول لي ادي الاوفري، في ليجامنت جاي من هنا للعظم اسمه ده الابر، في واحد تاني جاي من اللور بول للكورنو اسمه اوفاري. امال اللي قدام انتيرو بوردر ده مين؟ اذا حطيت كلامب هنا وكلامب هنا وكلامب هنا ايه اللي هيحصل؟ هيتشال. عرفت بقى عمليه اوفريكتومي؟ يبقى انت لما اجي اسالك المره الجايه اوفريكتومي تقول لي احط على فاديبيو فالي اوفاريان ميزوفاليان. طيب نكمل. زي انا خدت كات سيكشن في الاوفري اهو، كات سيكشن في الاوفري، هلاقي الرسمه دي، الالوان دي هتثبت عندنا المره الجايه. من بره في ابيثيليوم لونه احمر زي ما انتم شايفين، الابيثيليوم ده هو اسمه جيرمينال ابيثيليوم. يبقى ده اول حاجه، يبقى جيرمينال ابيثيليوم. بعد كده الكورتكس والميدالا، مين اكبر؟ يبقى السؤال بيجي في الانسكو، ايه المين بالك اوف ذا؟ طب ليه؟ انا عايز افهم. عشان ربنا حاطط فيه اوبوسايتس، هو ده اهم حاجه عندي. يبقى انا عندنا الكورتكس اكتر من الميدالا. في ملكات الخضر دول، ايه دول؟ اوبوسايتس او اوفر او اوجونيوم، ثلاث اسماء اهو. حواليها خدانين اسمهم جرانيولوزا سالس. امال المضلة خليتين، فايبروبلاست وسيكاسات. تاني يبقى التركيب الاوفري من بره لجوه دي جيرمينال ابيثيليا، ها؟ اوسايت حواليه جرانيولوزا، المضلة بتتكون من خليتين ايه؟ سيكاسات و فايبروبلاست. طب منظر تاني، اذا انا خدت ويتش من الاوفري اهو من بره لجوه، اول لاير ايه؟ جيرم يليها كور مين بالك، ده سؤال كيف يمسكيو. طب بعد كده الميدان، بعد كده الهايلاند اللي بيدخل عن طريق البلاد ايه؟ فيسل. طيب ده عباره عن ايه الخضر دول؟ وقوس ملكه وحواليها خدامين اللي بتوع استروجين هما جرانيولوزا. نيجي للبلاد سبلاي، الاورطة هو البلاد سبلاي بتاع الاوفر. ليه؟ بس هو جاي من فوق جنب الاورطة وتشد عليه، فبياخد بلاد سبلاي من الاورطة اسمه اوفاريان ارت. الفينس درينج بيجي في الام سي كيو.
رايت وفاليوم غير ليفت. بص رايت از رايت عشان ما تنساش، يبقى رايت از رايت بيدي للكبير انفيريور فينا كافا. اما ليفت خدتوه في الاناتومي زمان كان بيدي للليفت رينال فين اللي داخل في الانفيريور فينا كافا. يبقى ما تنساش الامتحان ان الرايت بيدخل على الكبير على طول، رايت از رايت. ها الليفت بيودي للليفت رينال فين. لمفاتك ده اللي مش بيودي مين؟ مصيبه سودا، هنجمع مصايب المره الجايه اللي كنا خدناها. يبقى ما تنساش بيودي اول محطه للبارا اورت، ده مصيبه اند ستيج. نيجي بقى لدي اللي فيها قولان وفيها خناقات. بتوع الاناتومي ضدنا بس احنا بقى صح، خلاص؟ مع ان هم الصح. تعال نشوف الاوفري هل انترا بريتونيال ولا اكسترا؟ كفرد ويز بريتون ولا لا؟ هقول لك حاجه عشان تتخيل المكتوب. بيقول لك تخيلوا بالونه منفوخه وفي فتله نازله منها ومتعلق الاوفري في النص، وده البريتونيال كافيتي. تاني يعني بالونه منفوخه ده البريتونيال كافيتي، وعلق لك فتله والاوفري متعلق في الهواء كده. هل انترا بريتونيال؟ ما بقول لك ده جوه البالونه. خلاص يبقى انترا بريتونيال كفرد ويز بريتون. لا عشان تتخيلها لازم تتخيل كده، يعني واقف في الهواء كده. كلام طبعا بتوع الاناتو يقول لك ريكت، وهو ليهم حق لانه متغطي بحته وحته. لا طلع هنا لا، بيقول لك الاوفري نوت كفر ويز بريتون وانترا بريتون. دي خناقه بينا وبينهم بقى تيجي في الام سي كيو. يبقى انت تخيل بالونه والاوفري متعلق كده انترا بريتونيال بس مش كفر ويز بريتون. هاخد الامبريولوجي المره اللي جايه هعيده، وعشان اخد الباثولوجي على فكره اسخف حاجه في الكانسر اوفري المحاضره الجايه، بعد كده تلاقيه صاروخ بيخلص. تعال بقى نشوف الامبريولوجي بتاع كانسر اوفري. هتقولي بس تركيب الاوفري ده ايه تاني قبل ما نروح؟ من بره لجوه لازم احفظه. جرنال ايبيثيليوم ادخل، كورتكس ادخل، ميدالا. الكورتكس ايه دي؟ اوسايتس حواليها جرانيلوزا، وهنا خليتين. انا بقى هطلع لك الاوفري ده كامل في الرسمه الجايه اهي. ايه ده؟ ده في الامبريولوجي. اذا خلصت الامبريولوجي النهارده المره الجايه هتبقى سهله، بس الغي مخك خليك حمار. تعالى يعني المره الجايه قاعد زي الكرسي ده. تعال نشوف مع بعض ده كات سيكشن في امبريو. انا قاطع بطنه فين؟ عند التنث ثوراسيك فيرتبرا. يعني المقطع ده كله عند التنس ثوراسيك او دورسا فيرتبرا. ايه اللي في ظهر البيبي ده؟ حاجه كده خرطوم كبير قوي في ظهرنا اللي هو مين؟ اورطه. يبقى ده ظهره كده، بطنه كده يمين كده ايه؟ شمال. طلع ان ده الاورطه بيطلع منه ميزنتري، شايفينه؟ بريتونيال فولد. البريتونيال فولد ده بيعمل دايلاتيشن. وايه الصوت؟ بتعمل دايلاتيشن. الدايلاتيشن ده بياخد جواه حاجه اسمها يوكساك. هو ايه اليوكساك ده؟ ده اللي هيدي انتستن. واكتب على اليوكساك ده اندودرم، هيفيدنا المره الجايه. اندودرمال عشان بيدي جوه. يبقى ما تنساش ان اليوكساك ده اندودرم. طيب اليوكساك ده ربنا محوطه ببريتونيال فول. فسمي الميزنتري ده ايه؟ دورسال ميزنتري. تاني عشان لورا. ده ايه؟ بيطلع منه ميزنتري. اسمه دورسال ميزنتري. بيدايليت ياخد جواه مين؟ لوكسك. ده اللي هيدي انتستن. ده اندو ولا اكتو ولا ميزو؟ اندو. تعالوا ثلاثه ريدجز يمين، يعني ريدج عامل زي الاليما دي كده، يعني حاجات عامله زي دي كده. ثلاثه ريدجز، ثلاثه ريدجز يمين وشمال. انا ما اخد فيهم كات سيكشن يبان لي ايه؟ دايره. اول ميزو ديرم اتكلكع، ميزو ديرم الازرق ده اتكلكع، عمل اول ريدج اسمه جينيتال ريدج. ده على جنب مين؟ على ناحيتين الاورطه. يعني ده جينيتال ريدج وده جينيتال ريدج. بعد كده تاني ميزو ديرم الكلك عمل وولف ياندر. تالت ميزو ديرم الكلك عمل مولاري ياندر. طب احنا هنساهم في الامتحان. وولف ياندر بتاع رجاله او راجل، واحده من هنا وواحده من هنا. ده بتاع الاوفر هو الجينيتال ريدج وده المولاري، لان في الام سي كيو يغلس يقول لك مولاري ياندر تقع فين في الامبريو؟ هتقول له لاترال تو وولف ياندر. الوولف ياندر بين ايه وايه؟ ها؟ بين الجينيتال ريدج والمولاري. طب والجينيتال ريدج ميديا للولفيان، يبقى لازم اعرف ترتيبهم. تعالوا هنا ده ايه؟ جينيتال ريدج ده وولفيان ده مولاري. اسمهم الثلاثه يورو جينيتال ريدج. احنا خدنا يورو جينيتال ساينس فاكرين اللي هو اللور 1 فورث بتاع الفاجاين. امال ده؟ لا ده الثلاثه دول ليهم اسم ثاني عشان ما تقعش الامتحان. ريدج غير ساينس، اسمه يورو جينيتال ريدج. بعد كده هقفل بطن الامبريو
واعمل حاجه اسمها سيلوميك كافيتي اللي هو البريتونيال كافيتي بتاعه كده بطنه عليه ابيثيليوم احمر اسمه سيلوميك ايه؟ بتاع عشان كده بيسموه سيلوميك كافيتي. نراجع تاني ايه ده؟ وده انا زي ميزو دورس بيدايلت وياخد جوه مين؟ يوكسا اكت ولا اند ولا ميزو؟ اند. طيب نيجي بعد كده اول ريدج اسمه جينيتال يعني وولف يعني مولاري ثلاثه يمين وثلاثه شمال عن انهي حته في البيبي؟ 10 او 11 ثوراسيك فيرتبرا اللي هو مكان تكوين الاوفري يعني ده شيء ريدج اهو اللي هو اللي بيتكون عند ال 10 وال 11 بقيته كله ملوش علاقه بيه يعني هو ريدج كامل حته منه عملت الاوفري جنب الاورطه عشان كده بياخد بلس اوف لاينين وبعد كده ربنا هيشد عليه لتحت انا عايز اكون الاوفري في الحته دي اكبرها اهي اكبر الرسمه شويه انا عايز تكوين الاوفري هنا بص اول حاجه ده الفيوتشر اوفري ده الابيثيليوم اللي بره اسمه سيلوميك ابيثيليوم يبقى اللي بره ده اسمه ايه سيلوميك ابيثيليوم ده هيدي ايه جيرمينال يبقى تنساش السيلوميك ابيثيليوم هيديك جيرمينال ودي اول معلومه مكتوبه عندك فوق اهي اهي ادي السيلوميك ابيثيليوم ادانا ايه جيرمينال خلاص طيب نيجي تاني اللي بعد عايز اعمل الملكات اللي لونهم ايه اخضر قال لك الملكات دي بتيجي من خلايا اسمها ايه بقى جيرم سيلز جيرم سيلز دي بتطلع من اليوكسات يعني المره الجايه بقول لك جيرم سيل اكتو ولا اندو ولا ميزو اندو لانها طالع منين؟ من اليوكسات يبقى الجيرم سيل دي بتمايجريت شايفين؟ بتقعد ثلاث اسابيع تطلع تقعد في الفيوتشر كورتكس تديك الاوسايت يبقى دي تاني معلومه يبقى ما يسالك الاوسايت بتيجي من خلايا اسمها ايه؟ وده قال لك اصلها هتقول له من الوول اوف يوكسات شوف كل حاجه عارف اصلها طيب عايز اجيب خدامين اكبرها اكتر خدامين اللي هم مين؟ جرانيلوزا بص كده معايا السيلوميك ابيثيليوم لونه ايه؟ احمر هيبتدي يخترق ويتحول الى خلايا كيوبويد اللي هو كان سكويمس وعمل حبل فراحوا مسمينه كورد سيل كورد يعني حبل يعني الخلايا اللي حواليها دي اسمها كورد سيلز عشان بتفرز 6 هرمونز اللي هو استروجين واندروجين فراحوا مسمينه 6 كورد سيلز يبقى المعلومه الثالثه ان ال 6 كورد سيلز هتديك جرانيلوزا دي جت منين؟ السيلوميك يبقى السيلوميك اخترق وعمل خلايا عامله زي الحبل بيسموها كور بتطلع 6 هرمون فاهم سمينا ايه؟ 6 كورد سيلز ودي هتديك جرانيلوزا ناقص اخر واحده هو الميزوديرم ده جاي منين؟ اللي هو فايبروبلاست وثيكا سيلز فاكرنا؟ اللي كان في النص المضلل ده جاي من حاجه بتطلع برضه 6 هرمون فاهم سمينا ايه؟ 6 كورد ستروما امال دي اسمها 6 كورد ايه؟ سيلز كده اربع معلومات انا عايزهم اهو هم دول انت عايزهم بالرسم حد يقدر يقول لي السيلوميك هيدي جيرم الجيرم سيلز هتدي اوسايد 6 كورد سيلز هتدي جرانيوزا 6 كورد ستروما هتدي فيكا سيلز وفايبرو بلاست طيب اللي مش فاهمها يقدر يقول لي هنا المعلومات ديت يبقى انا اتاكد ان انتوا عرفتوها هقلب بقى حد يقول لي السيلوميك ابيثيليوم ده هيدي ايه؟ جيرم ابيثيليوم طيب الجيرم سيلز دي هتدي ايه؟ اوسايد 6 كورد سيلز هتدي جرانيلوزا 6 كورد ستروم هتدي فايبر بلاست وزيكا سيلز الاوفر ده كان موجود فوق على فكره جنب الاورطه صح؟ شوف ايه اللي حصل بقى الرسمه التحتانيه دي شايف دي؟ الاوفري كان موجود فوق ابتدى يتشد عليه فايبرو ماسكولار باند راح للفالفا اسمه استاذ جابر اللي هو ايه؟ جابر ناكلم جابر ناكلم دوت شد عليه ونزله تحت في الحوض فطلع ان الجابر ناكلم ده واليوترس بيطلع في الديفلوبمنت قسمه جزئين جزء فوق اسمه اوفاريان ليجمنت مش ده الاوفاريان؟ وجزء تحت اللي بيعدي في الانجوانا الكلال اسمه ايه؟ راوند يعني انت قصدك تقول كمان عرفت الامبريولوجي بتاع دول؟ يعني لما اجي اقول لك الاوفاريان ليجمنت جاي منين؟ رد ابر بارت اوف جبل ناكل طب والراوند؟ لور بارت اوف جبل ناكل مصر واحد بس ده هو ايه؟ مش ده الانفادول الفاليوك؟ ده جاي من ليجمنت اسمه سسبنسر عشان كان معلق كده ترد عليا عشان اطمن هو سؤال اجابه حد يقدر يقول لي الجيرمن الابيثيليوم جاي من؟
سي لون. طيب الاوسايت جيرم سيل الجرانيلوزا 6 كورت سيلز. طب فايبر بلاست وثيكا سيلز. طب اذا قلت لك اوفاريان ليجمنت ابار بارت اوف جبل نيكرو. طيب راوند لوار بارت اوف جبل نيكرو. طب انفاندبل بلفيس سسبنس. هم دول هم بالظبط كام معلومه.